بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أهلا بسنة تانية، وهنبتدي النهاردة تاني حاجة في الجاستريك تيوب. احنا قلنا ان الجاستريك تيوب بعد البورال كافيتي بتبتدي بالأسوفيجس وتيجي بعدها الاستومك. وقلنا مع بعض ان الجاستريك تيوب لها اربعة ليرز. ايه هما؟ عايز اسمعهم كده منكم. رقم واحد صح ميكوزا، رقم اثنين برافو صب ميكوزا، رقم ثلاثة ماسكولاريز اكسترنا، رقم اربعة سيروزا اند ادفنتيشيا او ادفنتيشيا اند سيروزا حسب ما هيبقى الاورجان فيه ايه موجود عندنا. الاستومك اربا ساك ماسكولار، شوف ثلاث كلمات، كيس موجود عندي، ماسكولار اربا او ممتد اكسبنسد او اكستنتد. ما وظيفة الاستومك؟ عايز اسمع كده بالاحياء والبيولوجي اللي احنا اخدناهم السنين السابقة. انا كان الوظيفة بتاعت الاسوفيجس انه بيوصل الاكل من الاورال كافيتي للاستومك، يعني نو دايجيشن والاسوفيجس، مفيش اي افرازات شفتها بتعمل ديجيشن في الاسوفاجس. يبقى هنا الاستومك اول محطه من محطات الهضم التي تقوم بها الجاستريك تيوب. يبقى هنا الديجيشن بتحصل في الاستومك مع بعض الابزوربشن لبعض حاجات بسيطه، شويه ميه على شويه دراجز على شويه كحول، يعني ايه الامتصاص بتاعها بسيط. فالاناتومي بتاعها احنا هتاخدوه في الاناتومي، ان هلاقي الاستومك واخد الشكل ده. لها كذا جزء. الجزء اللي مباشرة تحت هنا بسميه كارديك. الجزء ده بسميه فانوس. الجزء ده بسميه بودي. الجزء ده بسميه بايلوس. فدي الاجزاء بتاعت الاناتومي. الاستراكشر بتاع الفندس والبودي واحد. طب اقول لهم استراكشر اوف ذا فندس. الاستراكشر بتاع البايلورس بيختفي عندنا. يبقى في اختلاف بين البايلورس اللي هي المنطقه دي فلها تركيب، ولكن المنطقه دي الاثنين مع بعض متحدين في تركيب واحد اللي هي الفندس والبودي. بقول عليها فاندنج ريجون، ريجون فاندنج ريجون. الكاردياك ديت عند دخول الاسوفيجاس للاستومك، فبنلاقيها مليانه ميوكس جلاندز. ها سميناها ايه الجلاندز هنا؟ كاردياك جلاند. ايه وظيفتها؟ كان في اللور بارت بتاعت الاسوفيجاس. في احد يرجع معايا بالذاكره كده؟ احد بنوته جميله تقول لي كده؟ ها ايوه برافو عليكي، انت قلتي انها بتعمل الكالاين سيكريشن او بتطلع الكالاين سيكريشن عشان تعمل ايه؟ نيوتراليزيشن للاسيديك كايم، يعني تعمل عمليه تعادل للاسيد اللي طالع من المنطقه بتاعه الاستومك، فبيعمل نيوتراليزيشن فيمنع حموضه المعده. يقول لك كده عندي حرقان على صدري يا دكتور. ايه الحرقان على صدرك؟ هو اسمه هارت بيرن. شوف بيرن يعني حرقان، هارت يعني عشان جاب قريب من الهارت، فنقول هارت بيرن حرقان على صدره. هو الحرقان ايه؟ نتيجه ارتجاع في المريء، شويه HCL او القايم بتاع ال HCL بتاع الاستومك بيطلع على الاسوفاجس، بس ده مش مكانه الطبيعي فيدي الاحساس بالحموضه. تعالى بقى للفندس. بس قبل ما اخش على الفندس لازم نعرف ان جدار المعده فيه تعاريج بالشكل ده. لما امسك المعده الاقي الجدار بتاعها فيه تعاريج. التعاريج دي سميناها روجيه. سميناها ايه؟ روجيه، تعاريج. طب فايدتها ايه؟ هي زي فايده التعريج الفروعي. شوف هنا المساحه بتاعتي قد ايه وهي فاضيه، لكن حملاها بدتني سيرفيس، يبقى زودت السيرفيس بتاع الاستومك اثناء فيلينج باي فود. هبتدي اكل بقى ورايح لاوبن بوفيه، والاوبن بوفيه اخش بقى واملى الطبق قد كده. ما احنا مصريين نحب الكلام ده، نملا طبق قد كده، احط السمك على الرز وعلى الخضار واللحمه، واذا كان في جمبري اروح احط فوقهم، والطبق مليان كده، وجنبها طبق سلطه قد كده، مش طبق سلطه واحد، ده من كل بتاع بناخد كذا كطبق سلطه، واخد من الفاكهه واخد من الجاتوه واروح املالي الترابيزه بتاعتي. اجي اكل ما اكلش الحاجات الصغيره والباقي يترمي، حرام.
نسأل يوم القيامة، نسأل يوم الدين عن هذا النعيم، فيما احنا بنعمل فيه، بنرميه البحر، بنرميه للأغنياء بيرموه بعيد عن الفقراء وبيطمني في الزبالة. أكبر أكبر، حاول إنك أنت تكون متعود في أي عزومة، خد على قدك، مش هيخلص الأكل لو كل واحد أخذ على قده، مش هيخلص الأكل، هرجع تاني هلاقي فيه أكل لو كان فيه. فهو إن إحنا لما أجي بقى أقعد وأكل بقى وهوب ألاقي الاستومك امتدت، وهوب المنطقة دي اتقفلت على صدري، وأحس ياه ده فيه تقل على صدري، ما أنت بوظت الدنيا، عملت مور أو أوفر إكستنشن، أوفر إكستنشن للاستومك، فشوية اتش اس ال عايزة تتحرك مش عارفة، فاتش اس ال يطلع فوق على الاسوفجاس ويعمل لك الحموضة. يبقى أنت السبب. انت السبب. ظهر الفساد في الارض والبحر بما كسبت ايدي الناس. ربنا ورسول صلى الله عليه وسلم اوصانا بعد الله سبحانه وتعالى ان احنا لا نملأ شر وعاء هو المعدة، هي البطن. ثلث لطعامك، ثلث لشرابك، ثلث للهواء، دي له منفذ يتحرك. تعالوا بقى ناخد الروجي دي وابص عليها، هبص الاقيها فيها فتحات، فيها فتحات بالشكل ده، دوائر. الدوائر ديت دوائر بالشكل ده، دوائر. الفتحه دي عباره عن اوبننج لحاجه تحتها، حاجه ممتده تحتها بالشكل ده. مين بقى اللي ممتد تحت الفتحه دي؟ اول هنا حاجه او اول طبقه هنتكلم عليها في الاستومك هي منطقه الميكوزا في الفندس. بقى هنتكلم على الفندس. في الفندس او فاندي ريجون، ادي الجدار بتاع الاستومك سيرفس، ادي الفتحه اللي انا قلت لك عليها من شويه موجوده اهي. هنزل في الفتحه ديت، ابص الاقي نزلت كده وراحت عملت رانش بالشكل ده. معلش نرفع الرسمه شويه عشان بقيت اللييرز، يبقى كده اهو سطح، وادي دومينيك، وانزل ب انبوبه، الانبوبه دي عملت برانش، واطلع تاني للسطح. شوف الرسمة تاني، ادي انبوبة، الانبوبة دي انزل كده تعمل برانش اهو، تتفرج وتطلع. يبقى ده السطح بتاع الاستومك، ده الجدار بتاع الاستومك، ونزل من البيت او من الفتحة على غدة. انا لسه في الفندس، يبقى هسميها بما انها موجودة فاندنج جلاند، فاقول دي فاندنج جلاند، الغده الخاصه بالفندس. الغده الخاصه بالفندس موجوده فين؟ في الميكوزا. تعالى هنا السطح بتاع الاستوم، هلاقي موجود فيه خلايا تيوبولار انشيب بتاعت الاستومك، خلايا تيوبولار انشيب بالشكل اهي، تيوبولار انشيب. كلمة تيوبولار يعني عمودية، وآدي النيوكليوس بتاعتها بيزل اند اوفر بالشكل ده، بيزل اند اوفر ده السطح. اخش على الجلاند، هنعرف الاستراكشر بتاع الجلاند فيه ايه من السيلز، لكن هنا ده الابيثيليوم لايننج اوف ذا ستومك، هو ابيثيليوم لايننج بنقول عليه ميوكس كولامينر سيلز او سيرفيس ميوكس سيلز. يعني الخلايا دي اسمها ايه؟ سيرفيس، لانها موجوده على السطح ووظيفتها هنعرف بعد شويه انها بتطلع ميوكس، فهقول سيرفيس ميوكس سيلز. انزل بعد شويه الاقي فيه جاستريك بيت، اللي هي الاوبننج اللي احنا اتفقنا موجودين، سيرفيس ابيثيليوم، جاستريك بيت، سيرفيس ابيثيليوم، جاستريك اند سو اون. انزل هنا في الطبقه بتاعت اللامينا بروبريا، دي كلها اسمها اللامينا بروبريا، وعرفنا كلمه لامينا بروبريا، لامينا يعني لير، بروبريا يعني كونكتيف تيشو بروبر. فاذا في اللامينا بروبريا بتاعت الميكوزا لقيت جلاند، الجلاند دي هي الفاندنج دي، لا يبقى دي اسمها ايه؟ لامينا بروبريا، وده اللي هو الابيثيليوم اسمه ايه؟ سيرفيس ميوكس ابيثيليوم. في اللامينا بروبريا لقينا موجود فيها جلاندز اسمها فاندنج جلاند، اللي هي دي فاندنج جلاند اللي هي دي.
واحنا اتفقنا ان اللامنا بروبيا عباره عن شويه لوز كونكتيف تيشو وفيها بلاد فيزلز فيها ليمفاتيك فيها كونكتيف تيشو سيلز فيها كونكتيف تيشو فايبرز. انزل بعد اللامنا بروبيا الاقي في طبقه صغيره من السموث ماسل انر سيركولار. اتفقنا الانر سيركولار بالشكل ده فيوزي فورم ان شيب اهي واعملها لير واحده عشان تبقى سهله معايا وذ فلات نيوكليس و ميدل اوتر لونجيتودينال لير برضه لير واحده كده من الراوند سيلز اللي هي تي اس مقطع تي اس السموث ماسل وبعضهم فيهم نيوكليس واتفقنا وبعض الاخر ما فيهوش نتيجه ان ايه حسب القطاع بتاعي. فالمنطقه دي ماسل فبسميناها ماسكولاريز وهي موجوده في الميكوزا يبقى ماسكولاريز ميكوزا او بما موجوده في الاتجاه الداخلي لها اسم تاني اسمها انترنا ماسكولاريز انترنا او ماسكولاريز ميكوزا. الثلاثه دول مع بعض سيرفيس ابيثيليم اللامينا بروبريا ماسكولاريز ميكوزا بيكونوا لي اللي هي حاجه بنسميها مع بعض اللي هي الميكوزا بنسميها مع بعض اللي هي ايه ميكوزا. يبقى دي الميكوزا بتاعت الفاندنج ثلاث حاجات